بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا طب البديل وتفسير الأحلام. على بركة الله نبدأ حلقة اليوم. حلقة اليوم بشكل مباشر وسريع سوف أتكلم فيها عن الأسباب الحقيقية لمشكلة ارتعاش اللي هو الجفن أو ارتعاش العين. أيضا سوف أشارك معك الطرق الطبيعية والمجربة في علاج هذه المشكلة. على بركة الله، بالنسبة لارتعاش العين هذا اللي بيحدث عند جميع الناس بتمر يعني بهذا الأمر، ممكن بيستمر لعدة ثواني، ممكن بيستمر طبعا لفترات طويلة. هذا بيعتبر هو حالة طبيعية لما بيأتي على فترات متباعدة ومتقطعة والفترة بسيطة، ولكن هناك بعض الناس اللي بيبقى هذا الارتعاش حتى لمدة أشهر وسنوات بتعاني منه، خصوصا الأطفال. بيكون فيه ليه سبب وعدة أسباب هي راح أذكرها اليوم. خصوصا الأسباب هذه يجب الانتباه لها إذا كان الطفل صغير. المهم، السبب الأول اللي هو في غياب اللي هو فيتامين دي. عندما بينقص فيتامين دي بيحدث دائما وأبدا اللي هو المشكلة هذه، اللي هي مسألة أو من أعراض اللي هي الخلل الخاص بفيتامين دي اللي هي الرعشة هذه. أيضا الانخفاض الحاد في فيتامين A بيعمل هذه المشكلة. ايضا الزنك لما بيكون ناقص، وهذا اكثر سبب شيوعا اللي هي بتحدث هناك بعض اللي هي الحركات اللا طبيعيه اللي ودائما بتاتي اذا كان هناك نقص زنك، بتاتي هناك في نسيان دائم، وايضا بتجد مصاحب لها اللي هو عند كبار السن هو داء الباركنسون اللي هو شلل الرعش. ايضا في سبب ثاني اللي هو لما بيكون في خلل في الجهاز العصبي المسؤول طبعا عن صحه الجهاز العصبي اللي هو فيتامين بي 1. المصادر الخاصه به اللي هي الخميره بي 1، ممكن تاخذ اللي هو ملعقه الخميره طبعا البلديه الطبيعيه، تاخذ اللي هو ملعقه صغيره في كاس ماء. ايضا الكبده، ايضا الحبوب الكامله، القمح، اللحوم، الهيليون، البطاطا، الفطر، بذور عباد الشمس، البدنجال، ايضا عصير اللي هو الجرجير او الكرفس بيغنيك عن مساله او بيعطيك الجرعه اليوميه من فيتامين بي 1. بالنسبه لي فيتامين دي هذه يعني الاشياء اللي بتسبب، ما ذكرت لكم المصادر الخاصه بها. بالنسبه لفيتامين دي اما بتحصل عليه من الشمس مباشره، يكون تعرض لها على الجلد خصوصا فتره اللي هي الظهيره، او بتحصل عليه تحت اشراف صيدلي او تحت اشراف طبيب من الصيدليه او تحت اشراف صيدلي بعد التحاليل. بالنسبة للزنك بتحصل عليه إما من المأكولات البحرية أو بتحصل عليه من القرع اللي هو القرع هذا العادي اليقطين، بتضرب اللي هو 100 جرام من القرع في الخلاط مع كأس ونص من الماء، بتضربهم وبتعمل عصير، ممكن تحليه بعسل لو كان العسل أصلي. تمام. أيضا اللي هو من الأشياء الثانية اللي يجب عملها اللي هو الاكتحال بزيت الزيتون. أيضا في سبب ثاني خاص بالرعشة هذه. الآن تكلمنا عن الأسباب اللي هي الطبيعية، الأسباب اللي هي الصحية اللي ناتجة عن خلل معين في مثل هذه الأشياء أو الأشياء الطبيعية الجسدية. في سبب ثاني اللي هو أحيانا بيكون اللي هو الجن العاشق اللي هو او خصوصا اللي بيسكن في الدماغ لو كان لفتره طويله جدا عند النساء، سواء كان لديهم تصفيح او حتى عند الرجال اللي بيكون لديهم مشكله جن عاشق، وبيكون من نوع الطيار. لما بيكون من نوع الطيار اللي هو دائما وابدا بيتاثر، بتجد هناك مثل هذه الرعشه بيتاثر بالاجواء او بالاجواء الطبيعيه. الحل الخاص بها اللي هو تكتحل بزيت الزيتون، يكون مرقي مع اللي هي شرب مياه مرقيه مع الاغتسال باللي هو الماء والسدر، والمداومة على أذكار الصباح والمساء، والتبخر بالسداب لمدة 7 أيام. تمام. الآن أعطيتكم كل اللي هي الأشياء اللي ممكن تسبب لي رفة العين. سوف أعطيك شيء واحد في الأخير، لو تريد أنت جميع الفيتامينات اللي أنا ذكرتها تجدها في شيء واحد اللي هي الـ A، وأيضا الزنك، وأيضا اللي هو الفيتامين بي 1 والدي وكل هذه الأشياء المسؤولة عن هذا الأمر. فقط تأكل اللي هو التين المجفف مع زيت الزيتون يوميا، بينتهي الأمر هذا نهائيا. المهم، كان هذا هو الموضوع. لديك أي مشكلة، أي استفسار، كلمني إن شاء الله سوف أقوم بالرد عليكم مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.